يا يسوع، أيها الطفل الإلهي، ها نحن منطرحون على قدميك لنكرس لك نفوسنا بكليتها. إننا نؤمن بأنك إلهنا، ونعترف بأنك ملكنا، ونوقف لك اليوم تماما كياننا كله، نفسنا وجسدنا، كل ما نحن عليه وكل ما هو لنا. إن أعداءك ينكرون ما لك من حقوق السيادة ويرددون صراخ التمرد: لا نريد أن يملك علينا هذا. أما نحن فنردد بأكثر حماسة وأشد حب: املك يا يسوع على كل منا، املك على عقولنا لنعمل دائما بمقتضى تعاليمك الإلهية، املك على جميع قوانا واجعلنا أنقياء أمامك. بصلواتنا وتناولاتنا وإماتاتنا نريد يا يسوع أن نوطد ملكك وسيادتك في عائلاتنا، في وطننا وفي العالم أجمع. تنازل يا يسوع، يا صديق الأطفال، وتقبل تقدمتنا ومقاصدنا هذه، واجعلنا ننمو على مثالك في النعمة والفضيلة، لكي نستطيع أن نجتمع يوما في ملكوتك الأزلي. آمين.